تطرق انت جوج مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم معنا. احنا الان كتواجدوا بالقرب من محطة المسافرين بمدينة الدار البيضاء. هاد السيد اللي قدامنا هو من منين قلتي بالضبط؟ جماعة لالا ميمونة، يعني الناس ديال الغرب. هاد السيد كان خدام هنا في مدينة الدار البيضاء، بالضبط في الرحمة، الرحمة، بسبب الحجر الصحي، يعني تسد الحدود في الوجه ديالو هو والزوجة ديالو والوليدات ديالو، بقى لمدة ديال 4 شهور. يلاه اليوم جا وصل، تلقينا ليه. المفاجأة اللي عنده بأن بعض الناس الجيران ديالو صيفطوا ليه صور وفيديوهات بأن مولاة الدار اللي كان كاري عندها خرجت الحوايج ديالو، والصديق اللي كان كيتواصل معاه، الصديق ديالو، هو اللي كان هذاك البيت اللي كان مستقر فيه هو والزوجه ديالو. اذا هو الان وصل مدينه الدار البيضاء، غلقى راسو متشرد، ما يلقى راسو ما عندوش فين يسكن. ما عرفناش اش من حق هاد السيده، ولو المكان او البيت راه هو ديالها في الملكي ديالها، ولكن راه ما عندهاش الحق انها تخرج ليه. هو دابا الان محسوب متشرد، يعني ما عندوش فين غادي يسكن، لا هو لا الوليدات ديالو. عاود لينا، قول لنا شكون اللي، كيفاش وقعت لك انت؟ كنت مشيت للعائله ديالك؟ اولا السلام عليكم. بدا صوت تحيه خوتي المغاربه، بغيتكم تفوتوا معايا. الله يرحم لكم الوالدين، وانا عارفكم عزيز عليكم في حاجه فيها الحقره، كتبغيو تاخذ بنادم اللي محقور حقه. على هادشي انا قررت باش ندير فيديو باش توقفوا معايا. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي. هاد السيده هادي اخوتي، انا مشيت نهار مشيتي بشهر جوج، مشيتي في بلاصتي، خلص ليا شهر ثلاثة، باقي ما كملتش. يلا ضربت شهر جوج فيه النص فر مشيت، خليت الحويجات طرقت عليهم مع الحجر الصحي. مشيتي انت والوليدات ديالك؟ انا والوليدات. انت اصلا ماشي مشغول في كازا، انت غير خدام هنا في كازا؟ غير خدام هنا. دابا بسبب الحجر الصحي مشات ليا الخدمة، مشات ليا العالم. فاش كنتي خدام؟ خدام هي اساسا واحد خونا اخويا، غير اساس. كان نجيب نهاري بدا خير، والدير كاري طلق الكارو وكل شيء مزيان. المهم اخوتي مشينا هاد السيدة هادي خرجت لي 4 شهور، وانت تما ولا 3 شهور؟ خلص لي. المهم خرجت شهر جوج فيه النص، فيه 15 يوم، خلص لي شهر ثلاثة، وقلت لها نضرب شي 15 يوم ولا 10 ايام وغادي نجي. مع هادشي ديال كورونا ما كنت، كانت يلاه بدا ديك الساعة، يلاه بدا في اوروبا، الله يجعل ربي يسيف هذوك الناس ديال اوروبا. الله المهم اخوتي ما امنش بلي راه يكون حجر صحي ولا هادي. ما كنتش عارف بان الامور غادا تطول، نمشي نشوف العائله واحد 10 ايام ولا 5 ايام. المهم نسى شويه المشاكل، لصقنا مشينا شدنا الحجر الصحي تما. تحيه لهذوك الناس اللي كانت عندهم، الله يرحم لهم الوالدين في هذا النهار، وكنشكرهم بزاف بزاف حيت هزوني 4 شهور. هادو عائلة ديالك ولا شكون؟ عائلة. الله يرحم لهم الوالدين، وكنشكرهم بزاف. 4 شهور ما خلاونيش كنت يدي بجيبي نهائيا، وهزني انا ووليداتي. ودابا المشكلة اللي فاش تفاجأت، شكون اللي علمك بأن الحوايج معايا؟ السيد اللي كتكون صيفطو ديما، كنصيفطو كنقول له واش عمر مزيانة، كيقول لي عمر مزيانة بخير، كلشي مزيان. هذا الصديق ديالك؟ حتى لهاد الشهر. هذا الصديق ديالك؟ هذا الصديق ديالي، كنت كنخدم معاه، كان عندنا تروبورتو، بحكم سنة كان عندي تروبورتو وهو تروبورتو، و سابينا واحد الظروف وبعت التروبورتو. كنت كتسولو واش البيت بخير؟ واش كلشي مزيان؟ كيقول لي راه كنمشي عندها، راه واحد النهار طر دوزها لي. قلت لها سمعي، قالت لي راه بغيت نخوي لك المحل، انا باطل من تحت بلا ما جيتي. قلت لها لا، قلت لها عيطي ليا ونخلص لك. نجي غير تسال الله فات في الشهر، كان صيفط لك فلوسك وما تخرجيليش حوايجي. قلت لها صيفط لك الفلوس وما تعطيها النمره ديالي باش تصوني ليا. لصقات ما صونات ليا ما والو، انا ما عنديش النمره ديالها نهائيا. هو قلت له عطيها النمره، قال لي عطيتها ليها. بقيت كنستني الاتصال ديالها، وهادي الساعه ما اتصلتش بيا. حتى النهار اللي خرجت لي الحوايج عاد صونا ليا ولدها، قال لي زير الحوايج ديالك كيف ركبتهم واحد خالي. وهادي الصوت هذا راه هو الجه ديالو، راه الناس ما كيسمعوش. سمحوا لي اخوتي، يلاه نازل من التران وراسي باقي ضايح عليا، اقسم بالله اخوتي راه خلي على الله ومشربك ومنظر ونجي مع هذا المشكل اللي وقع عليا. اقسم بالله راه خلي على الله وصافي. المهم اخوتي السيدة، المهم خرجت نتصل بولدها، اتصل بيا قال لي بلي راه
راه انت قال لي راه خرجناك حوايجك راه خالي راه كيزلك في الحوايج ديالك وراه ندار مع راني بغيتي نقتل في ودك. امتى قالوا لك؟ هادشي قالوا لي نهار دابا شي 4 ايام ما 5 ايام. 4 ايام باش قالوا لك راه غنخرجوك الحوايج ديالك. خليتها معاك قلت له المهم دابا البيت من كريتوه. قال لي راه كرينا هذاك الدري اللي كان كيجي عندك وهذه راه ذاك صاحبك راه هو اللي تخاصم معاه. كرا البيت ديالك. كرا لي جاك كرا البيت. هي هذيك اخوتي دابا ملي صونيت لهذاك خونا مابقاش كيبغي يجاوبني. وملي جاوبني قال لي شوف دابا انا قال لي راه ما تقولش لي راه شهد لي دخل المخزن وهذه راه ما تقولش لي شهد لي ولا شي حاجه. قال لي من الاخر قال لي بغيتي تجي محبيين راه تجي دي حويجاتك. بغيت تجي معاك المخزن وهذه راه ما شاتش ليك. حوايجك فين هما دابا؟ فين داروهم لك؟ دابا هما مسكنا هبطتهم غير لتحت انا واحد خويا شويه كنسمعو الله يشافيه تا هو كنسمعو كيضرب بوحدو وهذه يعني ماشي لورمان. دابا حوايجي ما عرفتش شنو واقع فيهم انايا كاع مرة. خليت الوراق ديال ما بقاش فيا الحوايج بقاو فيا واحد الوراق شحال ديال الادب دوزت عليهم بت فيهم برا اقسم بالله اخوتي لبت فيهم قدام الباب ديال المحكمة. باش جبت هذاك الوراق الدوسي ديال مقطع عليا رجلي انا ضاربني كسيده كسيده دايز عليا كاميون في الصغر دايز عليك كاميون دايز عليك كاميون في صغرك اه هما مستافد ما هو شو دابا يعني درجه اصطناعيه درجه اصطناعيه وراهم اللي تعاونوا معايا فيها ما يتعرف كيسهل عليا خوتي المغاربه. المهم دابا اللي كنبغيت نهضر عليه هو الحوايج. دابا المشكل اللي عندي انا هي الورقه الورق ديال الدوسي ديالي هانتوما خوتي. دابا رجل اصطناعية هي اللي مركبة الله أكبر. شكون هما متأكدين أخوتي؟ صافي 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 صافي. مع لابس السروال. نعم بشويك أخويا ما كذبك حد. دابا غنقول لي الريح. لا 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 بلاش 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 بلاش. المهم. يعني قصة شوية كتألم. السيد أصلا ملصق غير رجل. يعني رجل اصطناعي كان كيف سمعتوا يعني حادثة سير في الصغر ديالو رجل ديالو تقطعات يعني الاب ديالي وما بغاش ياخذوا لي حقه نهائيا. ما الاب ديالك؟ الاب ديالي ماشي موضوعنا هو هذا موضوع ديال الرجال نهضروا فيه سنهير. مرحبا بكم اخوتي اللي بغا يعرفوا القصه ديالي نهضروا فيه وراه عندي ميت قال لكم اقسم بالله باغي نوصل صوتي حيت انا محقور من الصغر وانا محقور وعييت من سر وعييت اي حاجه كيوقع لي اي ديما كيبقى ليا بلان كيرس ليا كلشي حيت كنعيا من زري من عيا من قاد وكنبقى نحلم بوحدي بالمرأة انا نتعوض وهذاك السيد اللي ضربني ما عندوش كبير ما عندوش الرخصه. ما تعوضتيش؟ تعوضت على 17 عام دار ليا لاكارت الوالد على 17 عام ودا ليا 3 مليون و 60000 ريال ديالات. هو حجم التعويض ديال الرجل اللي طارت؟ ايه 3 مليون و 60000 ريال. الرجل عاد تقطعت لي دابا شي عامين. علاش تقطعت؟ اه دابا انا كنت ناعس في السبيطار شحال من عام وناعس في السقنيطره سبيطار الغابه في السويسي. شحال من عام وانت كتعالج؟ من 2001 حتى 2012 طردوني من السويس. المهم بديت كن قصه عندك؟ قصه طويله اقسم بالله بديت نعاود لكم على حياتي من الصغر خليها على الله وصافي. دابا ربي معاك اخويا ربي معاك هادشي اللي كاين اخويا يا ربي حيط عيد علينا غير ودابا فين غتبات مع مرتك مع اقسم بالله راه هادشي اللي ما خلينيش نصورني حتى انا وما خلينيش نهضر في خاطري يعني العقل الدول وي هذا الصوت وجهك ما غاديش يبان. انا يلاه والده يلاه عندي 22 يوم دابا باش والده يلاه ولدتي والده بالعمليه ما عندنا فين نبات لا والو. المهم هذه الزوجه ديالها ما بغيناش نبينوا الصوره ديالها. هاد السيد راه يلاه والد يلاه دابا تقريبا بنيه ولا وليد؟ بنيه عندي بنيه 22 يوم دابا باش والد ولد بالعمليه ما عنديش البريه لا في النجلس. المشكل هادي ما عرفتش فين غنبات انا وليدات ما فهمتش انا كيفاش حيدوا لي. حيت عارف ما كاينش القانون في هاد البلاد هاد اقسم بالله دابا كان عارف القانون راه كاين راه ما ديريش هاد المشكل خليها الله. غادي نقولوا ما فهماش القانون. القانون كاين هي ما فهمش القانون. هي وحقراتني هاد المرا هادي اقسم بالله الا حقراتني. انا فين غنمشي انا بجوج الوليدات؟ ما تبكيش يا صديقي راك راجل. انا ما درتش في غادي نمشي باش ندير بالك انا راه هانيه ولا هذيك كنا انا وياها راه هانيه. وصا ودي بالعمليه ماشي مشكل كاين وليدات صغار بنتي انا عندها 22 يوم تمرض ليا تموت ليا ولدي صغير شنو غادي ندير انا ما عندي ما ندير ما عرفتش شنو غادي ندير. المهم باش تعرفوا هل الماطه ما غاديش نبينوا الوجه ما نبينوا حتى شي حاجه
البنيه يلا عندها 22 يوم والوليد صغير ما غاديش نبينوا ليه وجهه. المهم كيف كتشوفوا هو باقي وليد صغير. الراجل والمراه تالفين دابا ما عارفينش حتى فين يمشيو، ما عارفين باش من بس الليل بالضبط، ما فاش من بس ما عنديش فين نبات، ما عندي لا الا حتى شي واحد ما عندي حتى شي واحد انا ما عنديش، بغيت نمشي غير نبات فشي بلاصه ما عنديش المكالمه غير خلا ما عنديش فين نمشي، ما عنديش على الغرب والله. انا راه جايه وربي العالم بيا، انا منزلت من المحطه انا الدموع في عيني، ما عرفتش فين غادي نمشي، ما عرفتش كيفاش بيا راسي كيفاش بيا ولادي ولادي مالي بغاو بيا، بقيت اي ام راك زعما بصحت ولادها. كيف ما كان الحاله ديك البوك تزولي داسه حالك، انا ولادي هادي ما نقدرش نبات فيهم الزنقه نهائيا، والله كبر كبيره عليها. دابا نتوما عندكم قصص، قصه ديال رجلك اللي تقطعات ورجل اصطناعيه، قصه ديال لاسيرونس اللي ما تعودتيش فيها، قصه ديال هاد مولات الدار اللي خرجت لك الحوايج ديالك وضربت لك كلشي بزاف، هاد الوريقات اللي كتمعول الحمد لله شويه الاحلام الوريقات ديال هاد النمره ديال الدوسي ديال رجلي دابا ما لقيتهاش. راه سي راه يكون اخويا راه هذيك الصدمه ديال الانتحار ديالي. لا لا الله يجزيك اخوتي، راه خليها على الله، الورق ديالك ما يكونوش يا ربي يا ربي. هادشي اللي كنفكر فيه انا مازال حوايجي كنقول يا ربي تمشي ليا كلشي، المهم تبقى لي هذيك الورقه خصني نولي ثاني نزري على الشغل. وما عندكش الصحه باش تبقى واقف. ما عندوش راه غاز الصناعيه ورجلي ما كيقدرش يبقى واقف عليها، رجلي ما كيبقاش واقف عليها بزاف، يوقف عليها غير نهار ولا يعني ما يكملش نهار كتبقى تضر وكتبقى تحرقو بزاف. شنو من الحياه هذه، انسان ما عنده لا تعويض، رجليه مقطعه، ما عندوش حتى سكن في الزيت. انا كان عندي غير بيت محمد علي الله ونشكره، هاشي غير طوالي تكون عندي ديالي ملكي ولادي لحفظ الله ونشكره عليها، ولكن ما عنديش هذه المشكلة، ما عنديش غير كرا شنو غادي ندير؟ هذاك راه الراجل اللي كيجيبو يلاه كتكفيك مع الماكلة ومع الكرا، بعد شي ساعة ما كنلقى باش نخلص الكرا، بعد شي ساعة ما كنلقى شنو وكل ولدي؟ وكنصبر شنو غادي ندير؟ ولكن ما لقيتش عطيني النمرة ديالك، شي ناس قال لك باغينا الرقم ديالو، عطينا الرقم ديالك 06 عفاكم طوعوا كتبوا الرقم 06 46 15 41. الناس اللي دخلوا جداد، هي راه قصه مشبكه. هاد الولد هادي راه غير رجل اصطناعيه، غير رجل اصطناعيه، راه ماشي رجلو. هادي حادثه سير يعني في الصور، اخلي الا بلا ما نكرفسو صافي. هادي حادثه سير كانت في الصور ديالو، كاميو اللي داز ليه على رجليه وتقطعات، ودار رجل اصطناعيه وما تعوضش. القصه ديالو غنحاولوا نسمعوها من بعد ضروري غادي والمشكل الثاني هو ان في الحجر الصحي حتى واحد ما كان عارف بان الحجر الصحي غادي يطول، يعني من شهر جوج ولا ثلاثه باش مشيتي شهر جوج 15، تخلص شهر جوج ومخلص شهر ثلاثه، خلصت لي شهر جوج وخلصت لي شهر ثلاثه، شهر سته باقا عليك 3 شهور. هذا السيد مشى لطنجه وما كانش كيحسب ليه كيف جميع الناس اللي حصلوا خارج مدينه الدار البيضاء، حتى واحد ما كان كيتوقع بان المده غادا تطول، وفاش طالت المده لقى راسو ما عندوش الحق انه يرجع ويرجع للمكان ديال او مدينه العمل فين كيخدم وفين ساكن وفين هادو الوريقات ديالو. فاش لقى دابا البيت مولاة الدار يخرجاتو وهي ما عندهاش الحق انها تخرج ليه الحوايج ديالو والوراق ديالو اللي قال بانه كان تعذب باش يجمعهم غير على قبل هذا الرجل الاصطناعيه. مع 11 خرجنا، ولكن مشينا ركبنا حتى جوج عاد ركبنا، حتى ديك ديال 11 قيناها مشات حتى جوج عاد ركبنا، والله ما واكلين، ما هذا الماء اللي كنسكت به ولدي كنسكت به راسي، انا اللي حاليا في العمليه وخصني ناكل باش نعطي البنت بالحليب ولا الطير اللي ما واكلاش نهار كله. بنتي الله عندها دابا 22 يوم. 22 يوم انا باش والده، مازال البيسه مازال العمليه ما بردتش ليا. وما
كنطلب حتى شي حاجه كنطلب غير من الناس يجيبوا من خالتي بغيت الوليدات ما بغيت حتى حاجه بغيت غير نستغفر انا ووليداتي هذه اللي بغيت يجيب غير بحالو بحال هاد الوليدات زعما عندهم وليدات زعما عندهم كلشي الله يخليهم صحتهم وخير وليداتهم اللي يشوفوا من الحال راه ما عنديش من نفسي ما عنديش من النبات وزنق راه كنشوفها حتى وكنشوف كلشي كل نهار مصائب كل نهار جرائم تندير فيه شي جرائم انا وبلادي صغار ما عنديش كيفاش ندير بالنسبة للناس باش يعرفوا راه حنا وقفنا قدام محطة المسافرين وكنا معاهم ملي يلاه نزلوا فسمعوا الخبر بأن البيت اللي كانوا كيعيشوا فيه مولة الدار لحد يوم الحوايج ديالهم هما جايين على أساس أنهم غادي يمشيوا للبيت ديالهم فين غادي يعيشوا فين كيسكنوا فاش وصلوا وقبل ما يوصلوا تقريبا بواحد نصف ساعة جاتهم الخبر بأن البيت اللي كانوا كارينو مولة الدار خرجت لهم الحوايج ديالهم ودخلت الصديق ديالو يكري نفس البيت والحوايج ديال هاد الولد راه لاحتهم فين دارتهم قال لي راه بطاتهم لكل تحت بطاتهم لكل تحت ما عندهاش الحق تقرب ليهم الا كنتي حاط فلوس تما ولا حاط شي حاجه هذيك الدار بطاتهم ليها ساكن فيها خوها وهاد خوها هبيل وكيتقرقب الله يجزي الله يعفو عليه ومحشش وهادي انسان ما تقديش شوفي غير شوف بابي تسمح لنا كيخلع كيبيع لك الحوايج ديالك هو انا دابا اللي كنت منا غير هذيك الورقه لقاها بخير وعلى خير دابا تهمك ورقه واحده الورقه هي اللي هماني من هادشي كامل وقعت التلفازه وقال لي راه التلفاز ديالك خارج الجوطيه تلفازك في الجوطيه كتسمع اقسم بالله الا قالوا لي في التليفون هاد القضيه المهم دابا انتم بغيتو تشوفوا معايا بعينيكم اخوتي وتشوفوا كل شيء بعينيكم وتشوفوا هذاك الحكاره والمهم اول حاجه تمشي هاد القيد هادشي اللي بغيت ندير دابا شفتو وقت تعلمهم تبع الامور ديالك هادشي اللي دابا حوايج كيتباع ولا برا ودابا هذيك المره دابا كبيره ما تقدرش دابا تدخل على الحبس هذا هو المشكل ودي حنا ما كنهضروش على الحبس هو المشكل ما تقدرش تدخل على الحبس مره كبيره وانا عاضر انا دابا المشكل اللي بقات فيا هي ما عيطت لي شديت فلوس الراميده خويا عليها اقسم بالله مني ما صوناتش لي عايش نتسنى في الاتصال ديالها ما صوناتش لي وكنصدوني خويا كيقول لي هو ديك الساعه 100% كاري ما بغاوش ياخذوا من عندي ما عرفتش كيفاش اخويا ما بغاوش يصوني ليا حتى ملي شافوني هاد الحصر الصحي قال لي مرة تخف عاد نصونا لك اجي حوايجك راه حنا تكرينا الدار دايره راه عيب وحشومه اقسم بالله الا حشومه اللي كيدير تيرا عندها وليداتها تيرا عندها ما تبغيش شي هاد الولد كرفتو ولا يكون قلبها ديال الحجر غادي تحن عليه وتشوف ديك الوليدات وديك الوليدات غير وجه ديك الوليدات ولا خلاتني حامله انا ما ولدتش هنا ولدت في طنجه انا ما ولدتش هنا ولدت عند الناس اللي كنت عندهم ما ولدت انا كاع انا يا شوف انا غادي غير نزور صدقت دني حاجه صحيه صدقت والده تما دابا نتوما حصلتوا اني في حاجه صحيه ما كانش تكون حق انكم تغادروا المدينه اللي كنتو فيها ما كانش حق وهاد المره مشيت نجيب غير الورقه ما عطاوها لي بالعاده ورفضوا لي الدوسي ما كيدفعوا بالدوسيات ورفضوا لي الدوسي وعطاوها لي بمشقه بالغبه وبالمزاوقه وبالرجل الا نوض بغاش يعطيوني الورقه سمعوني انا من لاله ميمونه ومراتي من فاس وهادي وبغاو بخصوص انت من لاله ميمونه غيقولوا انك جيب الفيروس دوري الدوس وانا مدوز دابا 4 شهور في طنجه عفاكم بارطاجيو هذا الفيديو اللي عنده كيفاش يقدر يستقبل مثلا هاد الناس على الاقل يسكنوا بين ما لقى حل لهذا البيت اللي كان عايش فيه شوفوا واش غادي السلطات يرجعوه البيت ديالو حتى السيد ما دارش بالعاني هو يعني ماشي لخاطرو حصل كيف جميع الناس اللي خرجوا من مدينه الدار البيضاء الطول ديال الحجر الصحي مدينة الدار البيضاء فاش رجع لقى البيت ديالو مولة الدار كراتو لواحد اخر والحوايج ديالو خرجتهم ليه وكيف سمعتو قال بان الحوايج ديالو الناس الجيران كيقولوا ليه بان الحوايج ديالو راه كيتباعوا في الجوطيه ما عرفناش واش هادي سيبا ولا حقره الله اعلم وحده من هاد الجوج الحاجه اللي هي معروفه ان ما عندهاش الحق تقرب لك لهذاك البيت حتى تجي ولا تعلم السلطات وتكون الامور عندها مضبوطه ما يمكنش اي واحد غادي يخرج من الدار يجي مول الدار يفرق عليه البيت ويخرج ليه الحوايج ديالو غادي نوليو في الباطل ونوليو في شحال من حاجه ويقدر الباطل يتحط مثلا السيد يقدر يتهمه مثلا بانه حاط فلوس تما ولا حاط ذهب ما حاط لا فلوس ما حاط لا ذهب انا مثلا يعني هادشي يقدر يولي يدير مشاكل كثيره فهمتي تكذب عليها مثلا
انا راه عندي وليداتي حتى انا عندي ما تبغيوش الظلم بيا وجيت للجزائر نتظلم انا وما نظلمش عباد الله معايا وي وللاسف للاسف ما نظلمش عباد الله معايا عاود عطيني الرقم بالنسبه للناس كيفاش يقدر يتعاون مع هاد الناس غادي نعاودو نحطو الرقم هاد السيد هادي رجل اصطناعيه ماشي رجليه هادي راه كان دار حادثه سير وتسرس لا علاش راه داخل داخل دار حادثه ديال سير وتقطعت ليه رجليه ما تعوضش المهم هذاك فيلم اخر غادي نحاولوا نشوفوه ونشوفوا شنو وقع ليه دابا المشكل انه بغى غير يرجع للبيت اخوتي الدنيا هاني نفوتوا غير هذا الموضوع ديال الكرا ومرحبا اخوتي نعاود لكم دابا بقات فيها مسكينه غير هاد البنيه صغيره اللي عندك 22 يوم يلا تزادت والولد صغير يعني كيفاش غادي فين غادي يناسو السنين الاول ان شاء الله غير عطيني عفاك الرقم عفاكم نعاودوا الرقم عطيني 06 49 46 15 41 نعاودوا الرقم 06 49 46 15 41 نعود النمرة المرة الثالثة باش نشوفوا الناس اللي كيطالبوا عاود النمرة واخا سي حسن انا نعاودوا النمرة 06 49 46 15 41 هذا هو الرقم اللي يقدر يستقبل مثلا هاد الناس هاد الـ هاد الـ هاد الايام يعني غير بين ما لقى خليك 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 بالك خليك بالك خليك معذور لا ابقى بارك اخويا هادو راه هما العائله ديالو شوفوا فين فين باركين حنا راه امام محطه القطار الدار البيضاء للمسافرين فين اخويا زياد راح تقنيا يعني غادي يوليو مشردين الا ما دخلوش البنيه يلاه دات 22 يوم وسخفانين وعيانين يعني ما واكلين ما حتى شي حاجه وما عندهم حتى فين يرتاحوا بارطاجيو عفاكم بهذا الفيديو يرحمكم الوالدين اخوتي المغاربه الا ما بارطاجيو والله يتعرف بسهاله ليكم راني مظلوم ومحقور وما كرهتش يشوفني محمد السادس اخوتي الله يرحم الوالدين يشوف لي الموضوع ديال رجلي لا الورقه تحمقني دابا ملي سمعت الخبر بلي ما تقدر تقول لي الماحه ونغبي لها في هذيك الورقه حضرت لها ديال تمار بس طاوها لي وهذا المحامي اللي تعدى عليا واللي دخلوا تخيل مع هذيك اللي ضربني اللي ما عندوش بيرمي واللي داير لي المحامي اللي ضربك وما عندوش بيرمي وشاري 60000 ريال دار له التنازل وداروا الشيفور هو اللي ضربني تبدل الدوسي مثلا بان الشيفور اللي ضربك وهذاك اللي ضربك ما عندوش بيرمي دار لي الاب ديالك التنازل دار له المهم بحال هكا حيت الناس شادوا انا جاو عندنا البوليس الطبيب وباقي صغير يلاه بعمر 9 سنين وكنقول لهم اخوتي 6 سنين هادشي وقع لك على 6 سنين 6 سنين و22 عام وانا كنتعذب اخوتي برجلي كنداوي راسي الدود كنشوفه في رجلي اقسم بالله الدود اخوتي راه نوريكم التصاور والله وهاد الناس هادي اللي بقات عليا خويا راني عاد جيت للدنيا شتي ملي قطعت رجلي راه عاد جيت للدنيا اقسم بالله ملي قطعت رجلك عاد باش رجعت فيك الروح كنحس براسي بلي انا بنادم كتقطيني واحد الحرق خايب بزاف ما خليت اني دوايا تشريت وفي الاخر ملي حديت المرض عاد بديت كنحس براسي بلي انا بديت كنتنفس شويه وكنرجع ارتاحيت شويه دابا نتوما تشوفوا شنو المراه هاد المراه عمري ضيعتها ولا ما عمرها وقفت عليا فشي اي شهر ديال الكرا ما كاينش كنصبقها نخلي راسي بالجوع نصبقها هي الاولى شوف كي دارت لي اخوتي ما فهمتش انا ماشي مشكل عفاكم بارطاجوا هاد الفيديو نشوفوا كيفاش نقدروا نعاونوا هاد الناس اللي عنده مثلا شي بيت اللي عنده فين يقدر يستقبل هاد الناس هاد الناس اول حاجه خاصو يمشي بعد المحل السكن اللي كان عايش فيه ويشوف اعطيني بعد العنوان اللي الرحمه إلا كانوا إلا كانوا مسؤولين أو السلطات المحلية ديال الرحمة المشروع رقم الدار المشروع الزهري بالضبط شنو الزهري؟ الزهري واحد الحومة سميتها الزهري في المشروع في الرحمة رقم الدار 18 والله ما عرفت أنا رقم الدار ماشي مشكل نتمنوا أن المسؤولين يقدموا يد المساعدة لهذا السيد اني هذاك البيت ما عندهاش الحق انها تدخل وتلوح لي الحوايج ديالو والحوايج ديالو يوليو الناس يعيطوا لي يقولوا لي راه كيتباع في الجوطيه هادشي راه ماشي حق السلطه تتحركوا معايا الله يرحم لكم الوالدين هما محظوظ الله يرحم لكم الوالدين
المهم الصوت ديالك راه وصل، بارطاجيو هذا الفيديو، هذا هو الاهم. اللي باغي تعاون معاهم راه التليفون راه كاين، نعاودو نقولو هو 06 46 46 15 41. هذا هو الرقم الهاتفي ديالو. الا ما دخلش هنا غادي يبات في الزنقه، وهذا الشيء ما بغيناش ليه. السيد عنده عائله، عنده بنيه، يلا تزادت عندها 22 يوم غي شاده الام ديالها، ماشي مشكل، ما كنكذبوش. اختي راه بعد اول حاجه اختي راه الصهد ومغطيه بهذا المنطقه بزاف بزاف بزاف. لا لا بزاف بزاف. شوفي دابا يدي برد عليها مثلا. لا لا شوفي غت مغطيها بزاف، غتخنقيها اكثر من القياس. بقى صغيره داك الشيء علاه؟ لا والو بزاف بزاف. علاش تشرب ليا البرد؟ صدق مرضى ليا. لا ديري لها مثلا غير شي حاجه خفيفه باش تغطيها بها، هذاك راه غادي يخنقها بزاف، راه شعرها سار. خويا الله يدير لك شي تاود الخير. امين اخويا اسمح لنا. لا مرحبا مرحبا خويا، حنا هذا واجب كنقوموا به. نتمنوا غير الناس انهم اصحاب القلوب الرحيمه يتعاطفوا، واللي عنده باش يقدر ينصح السيد ولا يعاونو ما يبخلش عليه. الرقم راه محطوط في التعليقات ديال الاخوان، 06 49 16 41. هذا هو الرقم ديالو. اش غتقول اخر كلمه؟ انا كنشكر خوتي المغاربه حيت عارفهم ما عزيز عليهم الظلم، وكيوقفوا الناس مع الناس اللي محقورين. بغيتكم تشوفوا معايا خوتي ناخذ حقي. هاد المراه هادي ما نقدرش ندخلها للحبس، ولاني خوتي راه بغيت نشوف هذاك المجرم اخوتي، بغيت نشوفه في الحبس. دابا الهم ديالك هادشي كامل شي كامل بقى فيك انت من غير ديك الورقه اللي خايفه انها تضيع لك. ونتمنوا يا ربي ما تضيعش لك وتلقاها. ربي يا خوتي يعني من 6 سنين وانت كتعاني بالرجل ديالك على قبل هذيك الورقه. حق انا ما خديتش حقي اخوتي من المخزن، اقسم بالله غادي تقول لك ما كنفكر نقتلو اخوتي. لا لا راه 22 عام ديال العذاب اخوتي، 22 عام ديال العذاب. شوف ربي كبير، شوف هذيك كتابتها لك، تبع الامور ديالك بالقانون بالحق. اخويا راه جريت وما خليت فين مشيت. الحامي ديالك والوالد ديالي هو اللي بعد الاب ديالي انا بسبب راه ما كنهضرش مع نهار اللي قطعت رجلي، راه ما عمري كان بدي شي اتصال ولا كنت قبل. لا قبل هو ما كنمشيش للدار ديالنا، وكنعيط للوالده وكنصيفط لها الفلوس باش تجي عندي باش نشوف الوالده راه عزيزه. توحش لك حتى ما كتشوفهاش؟ دابا 3 سنين. 3 سنين ما شفتي الام ديالك؟ اخر مره جات عندي الكاس. علاه قبل هو ما كنبغيش نمشي يا خوتي؟ علاش كنشوف فيه ما كنقدرش ناكل معاه في طبسين؟ كنشوفه باني 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 ب 60000 ريال، 360000 ريال. 3000 درهم 3000 درهم عطاوها ليه باش ولي دار التنازل. وانا تدمرت، ومن بغى يدير ليا لاكارت باش بغى تخرج هو. انا كنت كنخاف منه بزاف، هاد الاب ديالي كان كيضرب امي، وكنت كنشوف كيفاش كيتعدى عليا، وكان كيتعدى عليا حتى انا بزاف. كنطلب من خوتي يسمحوا لي، ما نبغيش نقول لي في الاب ديالو ما تسيها، حتى انا راه الاب ديالي ما نكرهش نقول فيه كلام زوين، ولكن راه هي الحقيقه، راه هذه الحقيقه ديالي، خصني نقول الحقيقه. شوف ربي كبير، ان شاء الله ربي يعوضك. ربي يعوضك راه كاين اللي عنده الاب، وكاين اللي عنده. شوف ربي يعوضك ان شاء الله. انا ما بغيتش ندير لولدي هكا، اقسم بالله من قد ندير لي هكا. ربي يعوضك ان شاء الله. اذا المشاهدين موقع شفتي في وصلنا لنهايه هذا المباشر، حاولوا تبارطاجوا الفيديو ديال هذا السيد. هادو راه العائله ديالو، راه ناسين دابا ولا باركين غير قدام كازا فياجور اللي باغي يجي عندهم ويشوفهم. نقولوا ليه الله يرحم لكم الوالدين. بارطاجيو فقط هذا الفيديو، وهذا السيد خاصو يمشي يقوم بالاجراءات ديالو. نتمنى من السلطات ديال الرحمة انهم يقدموا يد المساعدة ويشوفوا الامور كيفاش كانت وكيفاش ولات وشنو التدخل ديالهم. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.